صباح الفلوتين حبايب قلبي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الخفيف اللطيف الظريف حياتنا. هكون معاكم في الحلقه دي محمد بدران كمذيع، بس يعني هنبدا الحلقه دي مع بعض ان شاء الله تبقى كويسه، ويعني يا رب اكون خفيف كده ما اكونش تقيل عليكم. بس انا على فكره انا الضيف، انا مش المذيع، انا بس حبيت اعرف نفسي بطريقه بسيطه كده خفيفه، يعني خفيفه لطيفه بس. فلا تقدمني بقى استاذة ايمان. مين قال لك مذيع؟ انت جاي تسرق من البرنامج. عامل ايه؟ نورت استاذ محمد. ربنا يخليك يا رب. البرنامج منور بوجودك. ربنا يبارك لك يا رب. شكرا استاذ محمد بدران. يعني الجمهور دلوقتي خدك كمذيع، فحابين يتعرفوا اكتر عليك، تقول لهم انا قلت على فكره الدخله دي انا كنت بعملها في برنامج كنت بشتغل فيه في راديو اسمه راديو ويانا 2013 2014. تمام، سنه ونص تقريبا، وليا حوالي 48 حلقه على اليوتيوب، ليا قناه على اليوتيوب براديو ويانا باسم انا. لا لا كنا باسم انا، باسم محمد بدران. فيها 48 حلقه، بس في 10 اتحذفوا علشان فيها اغاني حقوق ملكيه، قصه بقى يوتيوب. فبتلاقي مش كلها بس. وعملت مع مطربين، عملت مع انت بدات في الراديو من امتى؟ من 2013. اول حلقه كانت 2013، بس قبل كده كان في حاجات بسيطة يعني كنا هنعمله في الراديو هنبدأ فيه، وبعدين اتأجل شوية للتصريح والحاجات دي، وبعدين بدأنا في 2013. انت لسه مستمر فيه؟ لا، هو حصل بس مشاكل كده مع الشركة فقفل من 2014 بس. فالبداية جت ازاي؟ انا كنت ليا اصدقاء ما كنتش اعرف اللي هم اليوم يعني هيعملوا حاجة زي كده، منهم طبعا بحييه حبيبي جدا مستر سام جورج، ده اول حد اداني الفرصة، وصديقي تامر مهدي ده مساعد مخرج حاليا، واستاذ احمد حسني هو اللي اداني الجرأه اللي انا اقف قدام المايك. انك تطلع هوا وكده. بصراحه يعني فانا كنت عامل كده مشروع صغير، شركه كاستنج، بس ما حصلش نصيب انها تكمل. كانت في شهر 1 2011، طبعا عارفين ايه اللي حصل في الوقت ده، طبعا فشلت مني. فهم حبوا يساعدوا محمد، محمد تعالى نعمل برنامج كذا. فطب يا جماعه انا ما اعرفش ايه مايك اصلا، ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل اصلا، رهبه الموقف ما اعرفش. قال لي بس تعالى نجرب كده. قلت له طيب. المهم رحت قاعد واحد عامل كده، قال لي يلا كده. قلت له مساء الخير. قال لا مساء الخير لا، انا عايز محمد بتاع شبرا. انا مش شبرا على فكره، من نور فرج عشان تبقى عارفين بس. فقال لي عايز محمد البلدي، مش اصل انت مش هتقول اخبار، ده برنامج شعبي. فمساء الخير وحضراتكم وتخش بكرافات، لا انا عايزك بطبيعتك. فبدات فعلا يلا بينا، عملت شويه النهارده. طب تيجي بكره نكمل؟ قلت له ماشي. رحنا. ده كان هوا ولا كان مجرد انترفيو اعداد وكده؟ تجربه. قال لي تعالى نجرب نعمل حلقه. قلت له ماشي. قال لي ما تطلعش من الاوضه، ده احمد حسني بصراحه، ما تطلعش من الاوضه لحد ما ايه، خد يعني خد جو الاستوديو، حبه حسه، كلام كان اول مره اسمعه يعني. وقال لي مش هقول لك على اي كومنت لما تطلع بعد الحلقه بتاعتك. فحضر حضرت الاغاني بتاعتي اللي هي الشعبي، وطلعت عملت الدخله بتاعتي اللي هي مسقف فلتين حبايب قلبي اللي انا قلتها دي يعني. اللي انا قلتها بس انا قلتها بسرعه يعني. اللي خدتني ديت انا اتفاجئت ان انت المذيع. كويس، بس كانت يعني مطوله شويه، بقى فيها رقم التليفون وفي اسم الراديو والكلام ده كله، فكانت مطوله شويه. وبعدين بدات الحلقه، بعد ما خلصت لها ساعه كانت تجربه. اتفاجئت ان انا ما عنديش ولا كومنت. اتفاجئت ان هو بيقول لي يوم الاثنين الجاي، يمكن اللي شافوا الحلقه يمكن اول مره يسمعوا القصه دي. ان الحلقه دي لما اتذاعت كانت بتذاع هوا، بس انا كنت في البيت بتفرج عليه لان عجبته جدا. مفيش ولا غلطه طلعت مني الحمد لله، مفيش كومنت طلع مني. ربنا الهمني ببعض حاجات اللي انا بقيت اقرا رسائل من ناس مش موجوده اصلا قدام شاشه الكمبيوتر عندي، اكن في حد بيكلمني، ما كانش فيه اصلا الكلام ده عندي اساسا، بس جت كده من عند الله عشان الحلقه تنجح يعني. وبدات في الاول حوالي 10 حلقات لوحدي، معيش ضيوف. بعدين بدات بضيوف، احمد العسوي حبيبي الجميل، المطرب الجميل، استاذ علاء غنيم ملحن وموزع ومطرب، جميله نيفين مطربة استعراضية، واحمد سيف حبيبي، ومحسن الشامي، وفرق بقى مثلا دي جي كافوري، تامر حتحوت، ومطبعه مطبعه دوت كوم، دي موقع بيجيب اغاني شعبي، وطرب ميكس دوت كوم. دول ضربتهم في بعض في حلقه ولعت الدنيا يعني، حوار كده حصل مقصود انا قصده عشان افرق الحلقه، جت كده برضو حاجه كده. فايه بس واستمرينا لحد ما الموضوع بقى قالوا هنقفل ومتشكلين. طب انت قلت انك اتفاجئت بالراديو، يعني اتفاجئت انك طالع هوا او حبيت الاستوديو او الكلام ده كله، انت اصلا كان عندك يعني موهوب في لا الحكايه دي؟ لا خالص، ولا اعرف اي حاجه.
جت صدفه كده. هم قالوا تعالى نعمل لك البرنامج ده. يعني بمعنى اصح انا ايه اقول لك، انا صعبت عليهم لما الشركه فشلت وقفلتها، ما كملتش حوالي 7 شهور في 2011 قفلت الكاستنج دي. ف زعلوا عليا، قالوا يعني انت تعالى محمد انت هتعيط ولا ايه، تعالى بس يا معلم تعالى، اللي هو احمد حسني وسام بصراحه يعني وتامر مهدي، قالوا لي تعالى هنعمل راديو. قلت لهم يا جماعه ما اعرفش ايه المايك، قال بس تعالى. بس لقيت نفسك في الموضوع حبيتها ده، حبيتها جدا جدا، بالذات انا كنت عامل البرنامج بتاعي اول 10 حلقات كان بتغير ضيوف، فكنت البرنامج كان شعبي اجتماعي كوميدي. انا مثلا انت مثلا اختي او جارتي مثلا عندك مشكله، فشامل يعني كله فبحكي يعني المشكله دي ونحاول الناس تحلها معانا، مش متحدد لفئه معينه. لا 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 وكنت بتكلم بطبيعتي بالبلدي، مفيش كلام مزغرف، مفيش كلام مشكوك وسكين زي ما بيقولوا. لا بس انا اعرف انك تعمل اذاعه اونلاين ديت يعني حاجه سهله شويه، يعني ليه ما فكرتش مثلا تعمل لك اذاعه اونلاين لنفسي؟ عملتها وفشلت، عملتها في البيت برضه. اول مصحف جبت جبت كاميرا الموبايل واحده لابس كده قاعد في البيت في الاوضه عندي وعملت برنامج كويس على ابلكيشن وكده. لا لا هو الواحد واحده منزله على اليوتيوب عندي. بس كنت كان في برضه اغاني، كنت شفت حكايه حصلت معايا في الشارع عندنا، راجل كبير بيعاكس بنتين صغيرين 17 سنه ولا حاجه، تمام، فهم هزقوه، فانا خدت الفكره دي عجبتني فعملت بقى حكايه في بالظبط ربع ساعه، عملت حكايه اللي هو ايه هم هو بيعاكسهم. انت ألفت القصه بقى وقعدت تدخل، عشت بقى ارتجلت وعملت موضوع كبير قوي وعملت له من موقف صغير. هو كلمتين شفتهم فبتقول له صدق انت راجل كبير ومهزق، ده البنتين هزقوا الراجل. فانا خدت الفكره دي، واحد اول لقطه دي اللي هي ايه بقى الالهام جالك من الكلمه، ايه الراجل اللي انت ده اللي انت عامله ده هيبقى عليك في السن ده، ايه اللي اسدته كده، فدخلت في الحته دي اللي هو انا بكلم الراجل كده. وبعدين دخلت قطعتها ومثلا حطيت اغنيه هات سيجاره جاره مش عارف انت يا بت بت اما كبتك على بس دي. اليوتيوب يعني بيدعم الابلكيشن، المفروض كنت تتجه الابلكيشن الاول تعمل عليه وبعدين تتجه لليوتيوب. ايه الابلكيشن ده؟ معرفش مش ما هو الراديو كله على ابلكيشن الاونلاين. هو ده مش راديو، انا عملتها حلقه سجلتها واحط رافعها. لا ما انا بقول لك انت تتجه للراديو، يعني يبقى عندك راديو خاص بيك على ابلكيشن، تجيب مثلا حد معاك كده يعني. ما فيش مكان. مفيش مقر. ما اقول لك ده كان عندي في الشقه عندي في البيت في الاوضه مع نفسي كده لوحدي كده. وما كملش نص ساعه وشالت. طب كتر خيركم. واحنا منزلها ثاني بدون اغاني بقى. لا بس في مواهب كتير منك، انا سامعه انك عملت تتر برنامج وكده يعني بتغني كمان. بص هي والله هي جت كده، انا قعدت ازن عليهم فتره يا جماعه انا عايز تتر للبرنامج. كام شهر كده لما عطفوا عليا اللي هو البرنامج بتاع شعبيات على راديو ويانا. فقال لي طب ماشي، ده احمد حسني كلماته، هي كلمات احمد حسني والتوزيع الميكسر الجنرال عزت، هو اسمه كده، هو اسمه الشعب بس هو اسمه محمد عزت يعني. واللي غنى معايا تيتو الجنتل، دول زمايلي يعني، مش زمايلي قوي يعني اكتر من كده، كانوا معانا في الراديو عاشوا معانا من البدايه، كانت علاقه عمل وزادت. فيا احمد ما اعرفش اغني، قال لي لا تعالى بس نجرب كده، انت تقول كذا وتيتو هيقول كذا، وعملنا المكسايه حلو كده. قعدنا نسجل فيه في الاستوديو عندنا من واحدة بالليل ل 11 الصبح. ده كتير قوي. والله في دقيقه، حوالي دقيقه 48 ثانيه 49 ثانيه في دقيقه. ودخلت انا بقى عشت بقى وفوجئت اللي انا قلت يلا ايه قلت الغنى يلا بينا. انت بنتفرج عليها نسمعه كده مع بعض. ماشي اتفضل. ماشي نروح نسمعه. ماشي شعبيات، ركز واسمع كده معانا شعبيات على راديو ويانا شعبيات، ركز واسمع كل جديد شعبيات بطرنا يقول لك علي فيه. بس 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 اسمع مني وانا هقول لك علي فيها في شعبيات، برنامج جامد جدي لقاءات حوارات. طب اسمع مني وانا هقول لك علي فيها في شعبيات، برنامج جامد جدي لقاءات حوارات. مطربين شعبيين من كل حته في الدنيا، العصر بتاعهم ويانا والاغاني الجامده معانا. مطربين شعبيين من كل حته في الدنيا، العصر بتاعهم ويانا
والاجانب جامده معانا وهنرقص ونغني معاهم ونغير المود وياهم طب يلا بينا لكم تاني بعد ما سمعنا الترت. ايه رايكم يعني فيه كده؟ بصراحه ممتاز يعني، انا اتفاجئت بيه. ده جت كده والله، بس انا سمعته مره ودي الثانيه بس اتفاجئت بيه يعني، حلو يعني. على فكره كنا صحبه حلوه قوي، كنا جروب حلو فوق الخيال. لا ما واضح في العمل يعني، بيبان ده في الاعمال لما بيبقى فيه ود والفه وكده بيظهر في الاعمال اكتر. حلو قوي، كلنا لو في حد بيقول الحق اعمل كذا اعمل كذا كلنا مشتركين مع بعض. بس ده من 2013 لا بقى له مده بس لسه يعني متواجد. أنا يعني عامله الموسيقى عامله رن التليفون مش حبيتها قوي قوي بقى بطريقه صعبه، ما حاجه مبذول فيها جهد ومجهود وكده. والاذاعه انا بقول لك لما دخلتها حبيتها جدا اكتر من التمثيل بكتير، ما حسيت ان انا بتكلم. نيجي بقى في حته التمثيل دي. انا يعني فكرتك اوكي يعني مذيع وممثل ومغني. طب ايه في ناقص موهبه تانية؟ يعني في موهبه تانية؟ ناقص حد يخبط على بابي. مش ان شاء الله باذن الله. طب ماشي، طب نتكلم بقى في التمثيل شويه، انا سمعت انك بتمثل. بص يا ستي، انا اول حاجه عملتها كان من فتره طويله قوي، كانت في وزيره اسمها مشاهير الشرق، كنت طالع كومبارس من البلد يعني، وبعديها عملت اعلانات بقيت كومبارس، وبعديها دي على اليوتيوب برضه؟ لا التلفزيون. كانت رمضان. ده حوالي من اكتر من 20 سنه ولا حاجه. اكتر حاجه تعتبر مميزه ليا عملت في 2005، عملت كان في برنامج اسمه مين يقول الحق بتاع امير قراره. هو كان صاحب على فكره من اياميها يعني، كان لسه شاب صغير بس بعدين خلاص بقى. عملت معاه الحلقه ديت، كان حلقه واحد اسمه ماجد عزمي بتاع موتوسيكلات. هم كانوا ثلاث افراد، ثلاث اشخاص منهم واحد الحقيقي كويس. فانا كنت من ضمن الثلاثة يعني. دي حاجة في رمضان. في نفس الموسم عملت كان في مع استاذ حسين امام، عملت كذا حاجة. لا هي كانت حلقة يعني، هي حلقة فيها ثلاث افراد، كان ماجد عزمي ده بتاع موتوسيكلات وفي اتنين معاه. طب ما احنا ممكن نشوف الصور على الشاشة وتعلق لنا عليها. طيب ماشي نشوفها مع بعض. انا شاشة دي ولا دي؟ لا ماشي. دي ايام المسرحية اللي كنت لسه اتكلم فيها. دي المسرحية اسمها المواطن مهري، كنت رايح اعمل دور وزير اللي هو ده. اتخذت وزير، واتخذت سيناريست سينمائي بيشرح فيلم هو مش فاهمه مع ان هو اللي كاتبه، واتخذت من نفس المخرج محمد العمروشي، طبعا ده حد فوق الخيال. ده كذا عمل، هو في مسرحيه واحده. مسرحيه ثلاث شخصيات. ثلاث شخصيات. والله ده يبقى اوفر قوي. ما كانت اوفر، بس فوجئت ان هو شافني في دي الوزير، وبعدين شافني في السيناريست السينمائي طبعا مع اختلاف لبس مختلف، قميص غريب بنطلون ملوش علاقه، ما انا كاتب سيناريو وانا مش فاهمه، فانا برضو مش فاهم نفسي ان انت مين بتشرح حاجه مش فاهمها وانت اللي كاتبها، فعملت التوليفه يعني دي. انت اللي كنت كاتب السيناريو؟ لا هي دوري كده في المسرحيه. دورك انك كاتب سيناريو مش مفهوم وانت أنا اصلا مش فاهمه اصلا. حلو. والثالثه حسب السياق بتاع المسرحيه، ان انا ماشي مع اتنين زمايلي مجد عزب والجميل ده التحفه وحيد، ممثل كوميدي رهيب. بنمشي وشارع سقانين وبيره بقى وسقانين وبتاع، بنلاقي واحده نايمه في الشارع فبنتهجم عليها، فيجي جوزها بنضربه، فبخش انا واخد بقى انا ايه الديلر بتاعهم بقى، بروح على القميص فتوه مطلع المطوه وبنقعد نضرب بعض على المسرح. كان مشهد اكشن صامت بس، وبعدين رجعت في الاخر خالص وزير تاني فارهقت، وبعدين اتطلبت مننا نعرضها. دي كانت في سنه عبد المنعم الصاوي في الزمالك. اتطلبت مننا في معهد القاهره الدولي للمؤتمرات، عرضناها هناك، وكان معانا برنامج سافونا في برنامج فلاش وكذا برنامج. بس هي غريبه انك تلاقي ممثل قايم بكذا دور في المسرح. ما كانت غريبه، ما قلت له احمد مفيش اللي انا في المسلسلات او الافلام اوكي. والله قلت له احمد مفيش اللي انا. المسرحيه بتبقى غريبه شويه. قلت له مفيش اللي انا ولا ايه؟ ما تهدى. قال لا يعني انت انا شايفك هنا، جربت نجحت، جرب في الثالثه نجحت. طب نشوف الصوره الثانيه. ماشي. دين فين دي متوسطه، سعوديه صديقه عزيزه عليا، كانت حلقه برده من حلقاتها.
كانت حلقه حلوه قوي يعني، وهي دمها خفيف قوي وصوتها حلو واستعراض يعني مطربة استعراضية بس ظريف قوي يعني. ده احمد الاسد طبعا حبيبي وصديقي المطرب الجميل، عملت معاه حلقه، اول حلقه كان معايا ضيف تقيل واتلخبطت زي ما اي حد بيتلخبط ونسيت اعرفه بالناس اصلا، ما قلتش احمد العيسى فما دخلت كده هو خد باله بس ايه عداها عزاني يعني، كان جايب لي اسئله يا رهبه الهوى. كانت اول مره يبقى معايا ضيف تقيل. دي اثناء لقائي في روتانا مصريه في عز الشباب، تعامل معانا لقاء صاحب المناسبه صح، جاب معانا لقاء في جزء كان في الاستوديو، دي كانت في الاستوديو وجزء كان في القناه نفسها في روتانا مصريه برنامج عز الشباب. كنتوا بتتكلموا عن ايه بقى؟ الراديو بدأنا ازاي؟ ده هم اللي جابونا الراديو. لان احنا لما فتحنا في كذا راديو وقع بس للاسف ما كملناش. دي مع حبيبي برضو استاذ علاء غنيم مطرب وملحن وموزع، عامل اغاني الجواهر واغاني الهدى، حاجه حد كانت حلقه حلوه قوي يعني، استفدت منه كتير في حاجات كمان مره اعرفها. ده كان البوستر الرسمي بتاعي، الصوره دي من 2011 بقى 10 سنين، كانت اول صوره ليا بالمايك برنامج شعبيه. شكلك متغير فيها حقيقي. دي الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، ده الشعر بتاعي ونعم بالله. دي قناه اليوتيوب ودي اليوتيوب. بس دي عليها اعمال بقى، عليها دي عليها شغلي كله. البرنامج ده انا بقول لك كنت عامله في البيت كده بس طبعا ما فيهوش اغاني، وعليه الحلقات بتاعتي كلها، هتلاقي حلقات احمد العسوي على الاغنيم نيفين احمد سيف كله موجود على كله اليوتيوب. موجود بس في حلقات اتحذفت، واغلبيه اللي اتحذفت انا فيها لوحدي عشان كانت اغاني بره يعني، اغاني ما فيهاش مطرب معايا، فالحلقات اللي اتقفلت لوحدي، لكن كل النجوم موجوده في الصفحه دي. بس هو وسائل التواصل موجوده على الشاشه لو حد حابب يتواصل معاك او يشوف القناه على اليوتيوب، عشان اكيد يعني موهبه زيك يعني يتمنى لها تكون معروفه اكتر. من ضمن التمثيل عشان ما باخدش وقت طويل، بتاعت امير كرارة وفي نفس المسلسل عملت مع حسين امام الله يرحمه حلقتين، كنت طالع ضابط شرطه. الحاجات بقى جامده قوي بقى، رحت للزعيم عادل امام. انا سمعت انك كنت هتموت. كنت هموت. وانا مين عشان اموت؟ ده انا ما فيش في ايدي كرباج وانا لبوت، ده انا دكتاتور صغير يا دوب لسه في حضانه بتهج اول حروفي في القهر والاهانه، ومن خوفي من خوف ابن الجبانه والكذب والخيانه قلت اعمل دكتاتور، ولو اني مستني كتير عشان اكمل اعلام واخد في ايدي شهاده، شهاده الدكتاتوره، والعب لعب الحياه وافسد الحياه وادوس على الجباه واشعل الحرايق واظلم الخلايق واطيح في خلق الله. كارمن هي اللي حره وانا الدكتاتور، وانتوا عايشين كماله ولا عايشين عواله ولا كمال الطابور؟ كارمن رمز الحياه وانا اللي شايل وقاتل الدنيا من البدايه، محترفه في صناعه الشخص الدكتاتور من يوم بدء الخليقه، لا هي قادره تحمي حق ولا تودي ظلم ولا قادره على الحقيقه ولا تمنع دكتاتور من كل صنف ولون من قهره للعباد. بس كده دي لما كنت اتضرب بالنار على عادل امام. دي عملتها قدام استاذ محمد صبحي ما عجبتوش. ليه يعني؟ فيها القاء جميل. وخدت كورس تمثيل مع استاذ ايمن الشيوي حر. وخدت ورشه مع استاذه سوري المرشدي في انصار السينما والتمثيل، وكنت اخش خاص بس مع الموضوع مع طب ما اتجهتش معهد الاذاعه والتلفزيون معهد السينما؟ ما دخلت حر بقول لك، بس خدت كورس واحد كان مع الدكتور ايمن الشيوي، هو كان مميز جدا بالنسبه لي، كان حبيب قوي يعني. بس يعني وبنحاول و ربنا سهل يعني. بس انا حبيت اعمل حاجه كده بسيطه في تمثيل كده بالنسبه الزعيم، طبعا عمرنا ما هنوصل له اصلا، بس انا كنت فعلا كنت اتضرب بالنار فعلا، كان اياميها كان في مشاكل عليه ايام فيلم الارهاب والكباب، فكان في دوريه خاصه ليه هو حرساه، فروحت اكلمه فالمدافع طلعت تمام كده ماشي. بس طب انت شايف نفسك فين يعني، او حابب توصل لايه بعد مده من الوقت او بعد المواهب اللي عندك يعني، حابب توصل لايه تاني؟ لا مش تاني، انا بس انا حبيت الاذاعه جدا، وطلبت من كذا حد انه اخش معاه في قناه، كنت هنزل في نجوم شعبي اف ام، ما حصلش نصيب لان يعني واحده قدمت شغلي وكل حاجه ما حصلش نصيب، في واحده كانت في المدينه واحده قعدت معاهم ما حصلش نصيب، و اتكلمت كذا قناه، واحد رد عليا بيقول لي لما يفضى مكان هنقول لك. قلت له تفضى مكان ايه؟ هو انا هشتغل اوفيس بوي؟ انا راجل مذيع ودي شغل، ده شغلي يعني، يفضى مكان يعني. وبقى كله بقى مفيش حد سال فيا ما ردوش عليا. بس والتمثيل برضو كنت كل ما اروح مكتب كاستنج اقول لهم كومبارس، تقول لا مش عايز كومبارس، ايه يا عم في ايه؟ مش كده يعني. بس هي بتبدا كده يعني، ما انا بدات
من اكتر من 20 سنه بدات ده، بس مش انا كمان كفحت بقى وكسرت الدنيا زي النجوم دلوقتي، لا 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 خالص، لظروف برضو ما كانش متاحه ليا ان انا ما عنديش الوقت ان انا اعمل فيه ده، بس حاولت بخش وكله على الله والرزق بيد الله. طب ايه المشهد اللي خلاك تحب التمثيل اصلا في العموم؟ يعني في مشهد كده حبيت تقول هو عملوه ازاي، يعني جه ازاي المشهد ده، يعني انبهرت بيه قوي؟ لا هو في كذا حاجه، بس يعني زي المشهد ده هو ليه باقي، هو ليه باقي كده، انا كلته بسرعه يعني، ده اللي هو حالي بتاع 3 دقايق وي مونولوج طويل من استاذ محمد الصبح، بس انا مش هقدر احفظه صعب. اللي دربني عليه واحد صديقي كان في معهد فيلم مسرحيه اسمه وائل عبد الحي، ممثل دلوقتي ممثل المذيع برضه، بس ف يعني بحاول كتمثيل واذاعه، بس انا حبيت الاذاعه، انا مش حسيت ان انا، لان انا بحب اتكلم مع الناس، يعني بحب الاجتماعات، بحب اقعد مع ناس اتكلم معاهم، بتكلم معاهم من قلبي، ما كنتش بعمل اعداد اللي والله يعني ما فيش ورقه معايا ولا اسئله، بعيش. للاسف استاذ محمد بدران وقت الحلقه انتهى. عارف عارف. انا طولت اصلا. انا كنت سعيده جدا معاك. اشكرك جدا، وانا اسعدت. والمقدمه عجبتني واتخذت كده فيها، ما حسيتش ان انا المذيع، انا حسيت ان انا ضيفه قاعده. تمام. وزي ما بدات الحلقه ننهيها بقى عشان حبيت البدايه. ماشي. واشوفكم على خير في حلقه جديده. اتفضل. وخلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله في برنامج حياتنا حلقه جديده وضيف جديد. السلام عليكم.